الطابور طويلة فلافيله. أنا ماني فاهم يعني لازم بسطرمة هادي يعني؟ طبعاً لازم يا درغام، دي بتطلع لي في الحلم بقالها كم يوم، ده أنا أكلت المخدة فاكرها بسطرمة. أنت معك شيء واحد بس، استأذن اللي قدامك وحاسب قبله. أنا مش شاطر في موضوع إني أطلب من حد حاجة، بس ممكن أجرب. أنت يا اللي واقف قدامي، معايا حاجة واحدة، ممكن أحاسب قبلك؟ قلتلكم مش شاطر في كده. طيب مادام معاك حاجة واحدة بس اتفضل، مفيش مشكلة. ايه ده غريب، ده وافق على طول، امشي من قدامي من فضلك. مرحبا الأستاذ. اهلا بيك، عايز احاسب على البسطرمة. ما عملتش حاجة، انا ما سرقتش حاجة من حد. ايش بتقول؟ مبروك مبروك، انت المشتري رقم مليون وربحت معنا هدية كبيرة. كيس؟ لا استاذ، لك ياس عنا ببلاش. حضرتك ربحت معنا إجازة بفندق 5 نجوم على البحر انت ومجموعة أشخاص من اختيارك. ايه؟ لا مستحيل، على فكرة أنا اللي كان لازم أكسب، أصل اديت له دوري، أنا أصلاً المشتري رقم مليون مش هو. برافو برافو برافو، بينا على البحر والشمس والهواء. يلا يا ابني سلام. يلا يا بابا يلا على البحر. هتدفع الثمن يا فلافيلو، أنا هدفعك الثمن. بصراحة مرة حلوة الإجازة هذه، جد شكرا، مشكور يا فلافيلو. أما نشوف لما تصحى إيش حتسوي يا أبو السباع. ليش مطلعتني متينة كده؟ صغري خصري شوية. يلا احدف الكرة يا ليف. اهو يا عم فلافيلو امسك. مسكتها. ايه ده يا عنود، هو انت كويسة؟ انا دمرتك. بس اهدى يا فلافيلو، انا هنا، هذا مجرد تمثال. ايه ده بجد؟ اصلي شكله حقيقي قوي يا رزان. شكرا جدا، على الاقل في احد انتبه على موهبتي. الى جميع الضيوف، المطعم مفتوح والبوفيه جاهز وساخن. الحقوا يا جماعه، المطعم خلاص فتح اخيرا، الكل يبعد من قدامي، انا جاي. انتظر يا عمو فلافيلو، مو كنا بنلعب كوره؟ يا ليث تعال نتمشى شويه على البحر وخلينا نجمع قواقع. سوسيس ابعدوا. هات الطبق ده. فين السوسيس؟ هون. اخيرا لقيته، انت هنا يا غالي يا سوسيس. تعال لي يا صديقي. ثانية واحدة، انت كنت اللي كنت واقف الطابور الكاشير. برافو عليك، انت خدت الجايزة اللي كانت من حقي فجيت انتقم منك. انا صرفت كل فلوسي هنا، وهدفي الوحيد اني ابوصلك اجازتك. مش هتاكل سوسيس طول ما انت هنا ابدا. لا شوف هذا الحجر كيف حلو يا ليث، انا ما شفت حجر بيلمع كده في حياتي كلها. بعد ايدك عنه يا استاذ، هاد السلوتير هدية من جوزي، صلت هون الحاني. شو يا عزيزتي، مين هدول؟ انت عم تحاول تسرق خاتم مرتي؟ اسفين، امشي يا ابني امشي. بابا شوف الحوت جالس على الشط. الحوت لما يزعل يطلع يجلس على الشط، لازم نروح نرجعه البحر. دف يا ابني دف. انتوا ايش تسوون؟ كنا بس نحاول نرجعك الموية. انتوا سألتوني اذا كنت ابي ارد البحر ولا لا؟ ما سألنا. يعني بتستانسون اذا قطيتكم في البحر؟ لا طبعا، وبعدين احنا كان قصدنا بس نساعدك. انا ما حد يقدر يساعدني، لاني تعيس جدا جدا. الأجازة ما تنفعش من غير سوسيس، مش كويس على صحتي، لازم ألاقي سوسيس بسرعة.
أنا ما أقدرش أعيش من غير سوسيس، خلاص مش قادر. إلى ضيوفنا الأعزاء الذين جاعوا قبل موعد العشاء، يوجد بوفيه للمقبلات يمكنكم الأكل منه. إيه ده مش معقول، بوفيه مقبلات، أكيد في عندهم سوسيس هناك. استنى يا سوسيس، أنا جاي. بتحب تشرب شي استاذ؟ يلا جاهز لي شمسية وكوكتيل فواكه يا ابني، هجيب السوسيس واجيلك على طول. تاني؟ لا أيوة، أنا خلاص من الجوع هاكل شنبي، وأنا هاكل سوسيس لوحدي. حلو قوي. البادي أظلم يا تمساح. انتوا ليش نزلتوا البحر؟ هو اصلا زعلان وما يبغى يرجع البحر. الحوت كان يجب ان يعود للبحر، واين كنت تريده ان يعيش؟ ابي ارد البحر تاني. بابا رأيي بدل ما ننزل البحر غصبا عنه نحاول نخليه ينبسط معانا. عندك حق يا ابني. طيب خلينا نفكر، ايش اللي بيدنا ممكن نسويه يفرح الحوت؟ حفل كوفتيل. كرة الشاطئ. رقصة لومبان لومبان. لومبان 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 لومبان. النهارده بقى السوسيس بتاعي لوحدي. مش هدوه لوحدي، مش هدوه، انا اللي هوصل الاول، انا اللي هوصل. اوعى، يلا اوعى. باي باي. لا مش هسمح لك بكده ابدا. لو سمحت انا محتاج العربيه دي في مهمه سريه وهرجعها لك تاني. ايه ما هذا الذي تمسكه في يدك؟ قلت انزل بسرعه. انا زعلان وحزين حيل. الساعه 6 والنهار لساه بيطلع، ما احد بيبكي على الصبح كده. بقلاوه بقلاوه بقلاوه. كيف؟ يعني انت بتبكي كل هذا عشان تبغى بقلاوه بس؟ ايوه. كنت قل لنا من الاول، انت صار لك كم يوم مدوخنا، لو نعرف كنا جبنا لك بقلاوه. يلا نروح نجيب له بقلاوه من البوفيه. أبيها بالفستق مو بالجوز. وسعوا. انت مش هتاكل سوسيس في الاجازه دي، انا لا يمكن اسمح لك ابدا. انت مالك بس؟ شيل ايدك، ابعد بقى. تمام، جبنا البقلاوه، يلا معايا. استاذي من بعد اذنك، ما بيصير تطلع الاكل برات المطعم، هي قوانين الاوتيل استاذ. بس يعني الحوت يبغى بقلاوه. اي حوت؟ عفوا استاذ. استنى بس، احنا مضطرين ناخد البقلاوة هادي. قوانين الاوتيل انه الاكل ما بيطلع من هون ابدا. احنا مو عارفين ننام بسبب الحوت، وهو كان نفسه في بقلاوة. اجري يا ابني اجري. البقلاوة استاذ ما بصير، وقفون يا امن. ها؟ ايش حنسوي؟ هدول واقفين على الباب. فلافيلو فلافيلو تعال ساعدنا. سيبه انت، سيبه، بقول لك سيبه سيبه. ايش بينفع دلعون؟ لازم اكل السوسيس لوحدي. احنا بنحاول نرجع الحوت البحر، لازم ناخد البقلاوة هادي. انت بتطلب حاجة صعبة قوي يا درغوم. حاول بس يا فلافيلو، انت دايما بتتصرف زي الابطال وزيادة. مش معقول الكلام ده، اثر فيا قوي. ايوة انا بطل كبير وهاخد السوسيس كله. ترررر ترررر. ابعد عني بقى، البطل جالكو خلاص. انتوا اللي بدأتوا، هديكوا بالشوربة. شو هاد؟ شو هاد اللي زحلت؟ شو هاد؟ لا أستطيع أن أقف. مرة شاطر يا عمو فلافيلو. سوبر فلافيلو هينقذكوا واحد واحد. بفكر أدخل فريق فتيات القوة.
هذه هي، جبنا لك البقلاوة خلاص يا سيدي. أولي مو مصدق أنا أخيرا باكل بقلاوة. أنا مستانس، وايد مستانس. أولي بابا، إحنا أنقذنا الحوت الحين. مشكورين حيل يا أصحابي، أنتوا فرحتوني وايد. أنا خلاص برد البحر. بالكم على حالكم، يلا باي باي. باي باي يا حوت، مع السلامة. أخيراً راح. أيوة راح يوحشني. حنعرف ننام أخيراً. مرتي ضيعت الخاتم يلي كنت جايب لها بالبحر، تعبت لا قدرت اشتري لها اياه. الحوت سكت، حتبدا انت تبكي. يلا كفاية نوم، يلا قوم يا ليث، يلا يا كسلان قوم، الفطور جاهز، ما راح استنى كثير. ممكن تخلص؟ انا كمان ابغى اجهز يا ليث. انت ما شفت ريموت التلفزيون يا ليث؟ وانا بعمل ايه هنا يا ليث؟ ماما ممكن العسل؟ قومي انت جيبي. ابغى عيش. عزيزتي وانت ما شفت الريموت؟ انت حليت الواجب يا ليث. الواجب فين يا ليث؟ تحرير مدينة سيلفيا كان امتى يا ليث؟ روح جيب لي هدول من السوق يا ليث. روح ارمي القمامة يا ليث. فين الريموت يا ليث؟ حليت الواجب يا ليث؟ ممكن تصلحني اللابتوب حقي يا ليث؟ افتح لي الفيديو جيم يا ليث. حكني ظهري بقوة يا الواجب ليث. خلص يا ليث. اللابتوب خرب تاني، يا ريت تشوفه يا ليث. الريموت فين يا ليث؟ حك بقوة يا ليث. اعمل لي مساج يا ليث. حضرت شنطتك يا ليث. الماوس مو شغال يا ليث. يا ليث من يلاقي الريموت؟ تحت كمان شوية يا ليث. اضغط جامد يا ليث. غسلت أسنانك يا ليث. المفاتيح يا ليث. كفاية. الكفاية ولا الحكاية؟ كفاية. تمام سمعت. خلاص ماني قادر أتحمل. ليش يعني؟ كل حاجة أنا، الريموت، الواجب، المنبه، الحك، اللابتوب، المدرسة، الباص، المطر، الطلبات. أنا حخرج أشم شوية هواء، حس إني راح أنفجر. واه، لقيت الريموت يا ليث. إيش اللي بيصير هذا؟ أنا متشكر أوي يا ابني. صحيح إن الواحد لما بيكون لوحده ما يقدرش يعمل كل حاجة. أيوة اسألني أنا. ممكن تشيل الكابينة دي معايا لجوه؟ لو ساعدتني وشلتها هديك هدية حلوة هتعجبك. إيش؟ تتكلم جد؟ لا طبعا بهزر، أنا بالكتير ممكن أديك كوباية مية. يلا شيل شيل. وبيسألني بتتكلم بجد؟ طلع بيصدق، هو كان حد قاله إني بفرق هدايا؟ تمام كده، أنا برضو مش هكسفك وهديك هديتك. عملته في المعمل بنفسي، ده هيعجبك قوي. أنت اللي سويته؟ لا طبعاً ما سويتوش، جبته من السوق. هعمله إزاي؟ هكون عملته عندي في المعمل مثلاً يعني؟ هذا مرة طعم يا دكتور. متشكر، ما كنتش أعرف. أصلاً هنا بجزأ الذرة وبعمل ليزر. تفتكر أعمل عصير كمان؟ المهم ما خبيش عليك، أنا متوتر اليومين دول. ليش متوتر؟ عشان في عصير على شنبك. معقول هذا اللي موترك؟ لا متوتر عشان مش لاقي اي حد اجرب عليه الاختراع الجديد بتاعي. هذا ايش بيسوي؟ شكله بيسوي حلويات. لا حلويات ايه، اسمه جهاز آلية الضرب الجزئي. ايش يعني؟ يعني عبارة عن جهاز استنساخ، بينسخ كل حاجة واي حاجة تيجي على بالك. شوف وراك، كل الورق حطيته في الجهاز وعملت له استنساخ، وكنت عايز استنسخ اكتر من كده بكتير، بس المكنه باظت فجاه واضطريت طبعا اخدها اوديها الصيانه عشان تتصلح. اه ورق تواليت؟ ما لقيت شيء احسن تسويه الاستنساخ. مش عارف ان ورق التواليت ده بقى غالي وكمان بيخلص بسرعه. اها معنى كده اننا ممكن نستنسخ كل شيء. عمرك حسيت ان عيلتك وكل اللي حولك بيتوقعوا منك اشياء زياده عن طاقتك؟
أكيد يا ابني طبعاً. أمال أنت فاكر إن أنت لوحدك اللي كده؟ لو عملت مني نسخ، نسختي ممكن تسوي الأشياء اللي بيطلبوها مني وتحل لي مشكلتي. تمام؟ أنا هجرب الاختراع. بتتكلم بجد؟ ده أحلى خبر سمعته في حياتي. تمام، يلا ادخل الكابينة دلوقتي. ها يلا دلوقتي، عايزك تستعد علشان هنبدأ النسخ. انسخ يلا والزق. تم النجاح. نسبة النجاح 100%. يعني نجحت، يعني نجحت. أنا عبقري. إيش اللي أنا شايفه هذا؟ أنا صار عندي نسخة تشبهني بالضبط. أيوة صار عندي نسخة تشبهني بالضبط. لا أنت ما عندك، أنا اللي عندي، أنت نسخة مني. لا أنت النسخة، أنا اللي عندي. شكرا جدا يا دكتور أبو العنين، الحين حياتي راح تصير أحسن من الأول بكثير. يلا يا ليث اثنين. يا ترى أعمل نسخ لصينية بقلاوة بالفستق ولا أعملها بجوز الهند؟ ها؟ ليث، الريموت ضاع مني مرة تانية. تمام، جاي الحين. ليث اثنين، يلا روح بسرعة شوف الريموت هذا وين راح واعطيه لبابا. ها؟ ليث اثنين، انت فين رحت؟ يلي هنا، ما في أحد موجود هنا ولا إيش؟ يا دكتور أبو العنين يا مخترع، أنت مو موجود؟ مو مهم، أنا راح أسوي اللي بنفسي. بصراحة حياة ليث هذا متعبة، راح أستنسخ كم ليث كمان عشان أرتاح شوية من طلباتهم. يلا نبدأ. ها ها يلا. فرصة سعيدة يا ليث. أهلا بيك يا ليث. مرحبا يا ليث. أهلا بيكم يا ليث. ايه اللي بيحصل هنا؟ هو انت عملت ايه يا ابني بالظبط؟ هو انا قلت حاجة؟ ابعدوا ابعدوا العقوني. ليث انت رجعت تاني؟ ايوه. كويس. ايش ده؟ صباح الخير يا ليث. مين هدول؟ كده جاء وقت الفطور. هجوم. لا 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 تطلع كلكم مره واحده كده، استنوا. أكل، في أكل، في أكل. اهدى يا ولد، اهدى شوية شوية، لا تجري كده في البيت. في أكل، في أكل، في أكل، في أكل. إيش فيها ليث؟ وأنا قاعد أحلم. تعالوا هنا بسرعة، البيت هذا جالس تصير فيه أشياء غريبة هدول اليومين. لا أشياء غريبة إيش، بس كل شيء طبيعي. يلا أنا ماشي. هم وين راحوا؟ هم وين؟ رجعوا مرة تانية، الحقونا. بس يا عنود، بس الكنبة دي مش هتقضينا احنا الاثنين. اي تمام خلاص، لا تقلقوا انا راح احل الموضوع. ايه ده؟ الحقونا. شوفوا يا جماعة، في حاجة غريبة قوي. الحقونا.
ايش جالس بتسوي؟ مفيش، بس كنت عايز انام شويه. ايه السؤال ده؟ نسخ ليث الغريبه جم هنا ومسكوني. مصيبه، حصلت حاجات وحشه قوي. نسختك نسخت نفسها وده خطر. ما ينفعش نسخه تعمل نسخ من نفسها، علشان كل النسخ دي هيبقى فيهم شر كبير قوي وهيدمروا كل حاجه تقابلهم. انا ماني فاهم اي شيء من اللي بتقوله، بس انت لازم تساعدني، لازم توقف النسخ. ايوه صح، سلاح البلازما بتاعي هنا وهو اللي هيخلصنا منهم. استنى، ما ينفع نأذيهم، هدول مهما صار نسخ مني، كده جريمة في حقي. عندك حق برضو، حتى لو نسخة، بس مهما كان هم زينا. زينا كيف؟ عندي اختراع تاني ممكن يساعدنا قوي. انت يا ولد، بقول لك ايه؟ تعال اقول لك حاجه، ما تخافش، هقول لك كلمه صغيره قوي. ليش كده؟ يلا انا اكيد اكتر. اضرب اضرب. نجحنا. ليث ابني، انت كويس؟ ابنكم مش كويس يا هانم، فاهمه؟ مش كويس، ما ينفعش تضغطوا عليه بالشكل ده. انتوا عايزين ايه منه بطلباتكم دي؟ بسببكم راح عمل من نفسه نسخ كتيره قوي. معقول الكلام هذا؟ يعني شويه. احنا اسفين يا ابني، ما فكرنا نتعبك ابدا. بعد كده ما راح نتقل عليك بالطلبات ابدا، اوعدك ان كل واحد فينا حيسوي اشياء بنفسه، بس طبعا كلنا لازم نساعد بعض، ما يصير واحد بس هو اللي يشتغل لحاله. معلش يا ابني لا تزعل، انا عن نفسي ما راح اضيع الريموت مره ثانيه. وانا كمان اسفه، وراح اصلح اللابتوب لما يخرب. وانا كمان مش حلعب اللعبه من وراك تاني. كمان بقول انت كيف بتفوز فيها كتير كده؟ انت غلبان قوي يا ليث، بس مش قد غلبي، ما تفرحش قوي. يلا يا ابني بسرعه، ادخل هنا وانا هحط كل النسخ بتاعتك في الكابينه الثانيه، وهرجع العمليه لحالتها القديمه ونخلص من النسخ المؤذيه. تمام. اتخلصت من نسخي، حسيت اني في كابوس. يا ليث، اقول لك شيء بس ما ابغاك تتضايق مني. ما شفت الريموت فين راح؟ لاني ما لقيته. لا اسمعوا مني، هاي مرة واحد راح للدكتور وقال له: يا دكتور، كل ما اجيت اشرب كاسة شاي عيني بتوجعني كتير. فالدكتور قال له: معناتها قيم المعلقة من كاسة الشاي وهيك ما راح تفوت بعينك وما راح توجعك. استمعوا إلى هذه النكتة. لما تكتسي الدببة بالفاروق؟ لأن مظهرها يصبح سيء جدا في المعاطف الجلدية. هاي نكتي حلوة، بس مش أحلى من النكتة الجديدة اللي رح أقولها. وحدة سألت واحد، قالت له: أنت كم مرة بتحلق باليوم؟ قال لها: بحلق 15 مرة. فالبنت قالت له: كيف؟ مش معقول أبداً. فالزلمة قال لها: أصلاً أنا بدي خبرك إني بشتغل حلق رجالة. وإنت يا ليث، ما عندك نكت جديدة ولا شو؟ أكيد عندي طبعاً. اسمعوا هادي، كان في واحد ماشي في الشارع وقابله واحد تاني مو قاعد في البيت، كان ماشي بس في شارع تاني، وتقابل بالصدفة في شارع تالت وسأله: الساعة كام دحين؟ نكتة بايخة كتير يا ليث. بتقدر تشتري نكت من السوق لو ما عندك. أنا أقول نكت أحسن عنكم كلكم، وبكرة تشوفوا. أيوة كده، فلافيلو قول لنا نكتة حلوة. أربعة فيلة عايزين يركبوا في عربية صغيرة، يركبوا إزاي؟ اتنين قدام واتنين ورا. وتحلت مشاكلهم. إيش؟ هذه نكتة ولا سماجة من عندك؟ نكتي أنا أحسن، أنا أحسن واحد بيقول نكت. هاي أنا بعرف أقول نكت تضحك، صح؟ شفتي؟ سألنا السؤال اللي خايفين منه. كويس إن معانا صواريخ الهروب هذه من فترة، أنقذتنا من السؤال الصعب هذا. أنا عندي حل للمشكلة العويصة دي، نلف وندور وما نجاوبش. وبعد 15 دقيقة. هو لسه هنا؟ أنا شايف إن ما في حل تاني، لازم ننزل. يعني أنتم جد شايفيني إني مو فني وما أعرف أقول نكت تضحك، علشان كده طرتوا لفوق بالصاروخ ربع ساعة وما تبغوا تقولوا لي الحقيقة؟ استنى يا فلافيل واجلس، لازم نرد عليه. جاوب أنت. إيش اللي صار بس يا ابني؟ قل لي مين ده اللي زعلك وخلاك متضايق كده؟ اليوم في المدرسة كنا بنقول نكت وبنضحك مع بعض كلنا، بس أنا قلت نكتة
وما حد ضحك عليها أبداً. يا رزان أبغى رأيك بصراحة، أنت رأيك مهم مرة بالنسبة لي. أنا فني وبعرف أقول نكت كوميدية صح؟ I don't think so. مين think so؟ سوري أنا بتعلم إنجليزي، ما كنت سمعتكم. مو لازم تقضي وقتك كله في المذاكرة يا رزان، لازم يكون في وقت للعيلة. قريت في مجلة علمية إننا بنتعلم أسرع وقت النوم، وبهذا الجهاز أنا طول الليل بسمع إنجليزي، وبكذا بتعلم إنجليزي أسرع وأحسن. أنا تعلمت لغة البراغيث بسهولة وأنا نايم، بيتكلموا في أوضتي كتير. اسمع كده، براغيث وغيتو غيتو 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 براغيث وبراغيث. فلافيلو أنت بتقول أي كلام على فكرة. خلاص أنا لقيت الحل، عرفت أنا إيش حسوي، حصير أكتر واحد مضحك وحقول نكت تضحك جدا، ما في زيي. أولي آسف على المقاطعة، بس كأني سمعت إنه كان في حد عم ينادي لي. حثبت لهم إني أعرف أقول نكت لطيفة، ناوي أهلكهم من الضحك بنكت ما سمعوها قبل كده. أنا مو قادر أستنى. أهلاً، من فضلك كنت أبغى أستعير كتاب عن كتاب بيتكلم عن اسمه كتاب لكن هو إيش فيه؟ ماشي أنا حدور لحالي. يا ترى هذا فين راح؟ كتاب موسوعة الضحك. لا هذا ما يناسبني أبداً، هذا للمبتدئين لكن أنا مستواي أحسن. المفروض يكون في الرف القريب هذا. هذا هو أنا لقيته. ها هذا هو نكت فهيم ومغامرات، وهذا اللي أنا بدور عليه. عايز اعترف لك، حاسس انك بتخمني في اللعبة دي. فلافيلو ابغى اعترف لك بسر مرة خطير، اليد حقتك شلت منها البطاريات. ايه ما فيهوش بطاريات يعني ايه؟ انت ازاي تعمل كده معايا؟ كنت بتخدعني طول الوقت وانا اللي فاكرك صاحبي يا درغام، وانا اللي فاكر ان مستوايا في اللعب نزل. هنعيد الجيم. المهم اني فزت. بابا بابا انا محتاج مساعدتك. فاكر لما رزان قالت انها تقدر تتعلم الانجليزي احسن واسرع بالليل وقت النوم؟ هعلمك اسرع بكتير يا ليث، بس ركز. يلا بينا 1 2 3 4، ويجي بعدها على طول 5. ده بقى مشهور قوي وطلع لايف. 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10. ممكن انا لقيت طريقه تخليني اصير محترف نكت. هسمع الكتاب هذا وانا نايم بالليل، واول ما اصحى حكون شخص فاني جدا، وهعرف اقول نكت تضحك كل اللي يسمعها. بس انت هتسمع الكتاب ده ازاي؟ الكتب مش بتتكلم يا ليث، ولا انت لقيت كتاب جديد بيعرف يتكلم؟ فلافيلو لو تعرف تسمع كويس الكتاب اكيد هيوصل لك صوته ورسالته. ايش رايك في الحكمه اللي قلتها هادي؟ علشان كده محتاج مساعدتك يا بابا. انت عندك حق، انت اللي هتقرا لي الكتاب هذا طول الليل، وانا راح اكون نايم وبسمعك. حقدم لك اي مساعده، انا ما اقدر اتاخر عن مساعدتك. لا تنسى تقرا كل الكلام من الكتاب وبس، وما تقول اي تعليقات علشان ما تخربط الدنيا. تمام تمام، نام واطمن. مره مريح الكرسي الهزاز هذا. بابا ايش انت نمت؟ المفروض انك تقرا لي الكتاب. ايش؟ انا صاحي خلاص، نام انت وارتاح وانا هقرا الكتاب. ليش بتجري ورايا يا رستم باشا؟ انا ما عنديش ادنى فكره يا ليث. هو انت معاك بسكوت؟ لا مو معايا اي شيء. لحظه واحده كده، المفروض اني نايم دحين. وهذا معناه اني بحلم وممكن اتخيل اي شيء غريب جوا الحلم. كلني كلني سريعاً، أنا بسكوتة بالعظم. ده ما فيش أحسن من كده خيال في أي حلم. بسكوتة وبالعظم كمان، ده حلم لذيذ قوي وطعم. شكراً على ذوقك يا ليث يا صديقي الصدوق. لا أبداً هذا شيء بسيط. بس لحظة، المفروض إن في شيء حيصير دحين، بس إيش هو؟ ماني فاكر. أيوه المفروض إن بابا حيقرأ لي الكتاب، أنا متأكد إنه نام. بابا 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 بابا. أنا صاحي، حبدأ في القراءة حالاً. نام أنت يلا. الكتاب هذا يضحك فعلاً. المفروض أنك بتقرأ الكتاب هذا لي أنا مو أنت وبس. يبدو أنه لا يستطيع القراءة كما لا تستطيع المزاح. لا تقترب منا يا ولد، أنت لست مضحكاً بالمرة. نعم، هنا مكان المضحكين فقط. ممكن يا بابا تقرأ لي الكتاب من غير ما تعلق عليه؟ تمام تمام. في يوم من الأيام ذهب فهيم الحكيم ليستعير الإناء من جاره. أخيراً الحكاية هتبدأ.
وفي اليوم التالي أعاد الإناء لصاحبه، ولكن حدث شيء غريب جدا. جاري يا جاري، وعاؤك أنجب عندي وعاء صغيرا، انظر ما أحلاه. هيا هيا، جد فعلا أنا بدخل أطبخ فيه شيء شكله يعان. يا فهيم، كيف القدر ممكن يولد؟ انتظر ما سيحدث. في يوم آخر استعار فهيم الحكيم نفس الإناء من نفس الجار، لكنه لم يعيده حتى بعد مرور وقت طويل، وذهب إلى منزل جاره خالي الوفاض وطرق الباب. فرد الجار: وايد تأخرت هذه المرة يا فهيم، وبعد وين القدر مالي؟ القدر طفش من القعدة فسافر رحلة يغير جو. شنو؟ كيف صار هذا؟ شوف بنفسك لو مو مصدق. وما أقول أبداً، كيف يعني القدر يسافر يغير جو؟ حقاً؟ صدقت أن الوعاء أنجب وعاء صغير؟ لكنك لا تصدق أنه سافر في رحلة؟ فكرة انها تغير جو هذه فكرتي. بابا انت ليش غيرت في النكتة؟ المفروض في النكتة الاصلية المكتوبة تقول انت صدقت انها ولدت لكن ما صدقت انها هربت. انا كنت بمزح. على العموم نشوف التانية. يوما ما فهيم الحكيم كان يسير في وسط القرية، فاجتمع القرويون الذين أحبوا حكمة فهيم من حوله وودعوا وداعا حارا. الوداع يا فهيم الحكيم، ابقى زور مداني، خد بالك من نفسك. مع السلامة يا أصدقائي الطيبين. أيمكنكم إرشادي إلى أقرب محطة باص هنا؟ لا، لست مضطرا لركوب الباص، أنا سأوصلك بنفسي. ما نبغى نتعبك معانا، إحنا حنتصرف وناخذ الباص. لا لا يمكن، أنا مصر، سأوصلكم بنفسي فورا. تمام تمام، شكرا لك، هذا من ذوقك. وحينما جلس ووجهه للخلف احتار للغاية كل من رآه. ما تبي تعطينا ظهرك؟ لا سأتعب لو ركبت بشكل صحيح. حسنا، جهز نفسك جيدا لأنني سأشغل التربو وسنطير. بابا أنت ليش غيرت في النكتة مرة تانية؟ النكتة الأصلية بتقول إن فهيم رد وقال: لو جلست مضبوط على الحمار ووجهي قدام يعني حديكم ظهري، ولو تحركتم من قدامي في أي مكان يعني حلف راسي، لكن لما جلست كده يعني ما ححرك رقبتي في أي مكان. عندك حق، أنا حبيت بس أزود موضوع التربو هذا. وبعدها ذهب فهيم إلى البحيرة، كان يحاول تحلية ماء البحيرة بوضع السكر فيه. انت ايش بتسوي يا فهيم الحكيم؟ ليش بتحط سكر في البحيرة؟ وهوبا، ظهر من وسط البحيرة وحش اخضر وضخم جدا، وجري وراهم وكان عايز يهمهمهم. ايش اللي بيصير؟ انا ما ابغى الوحش ياكلني. اجري سريعا، هيا. فالعفيلو، ليش اتدخلت في الحلم؟ ما حد طلب ظهور الوحش. ظهور الوحش الأخضر ده مهم جدياً في الحلم، لأنه دايماً بيقول نكت بايخة قوي، وعشان تتخلص من الوحش المخيف ده لازم تحاربه بأسلوبه. فالعفيلو، كفاية، مين عارف إيش ممكن يصير من الوحش بنكته البايخة؟ لازم ليث يقول له نكت أحسن منه ويموته من الضحك عشان يتخلص منه، وبكده يبقى اتدرب كويس على فن إلقاء النكتة. شد حيلك يا ليث، سمعنا أحلى نكتة. أنت دايماً كده يا فلافيلو. أنا كنت قاعد بحاول أساعد ليث في الحلم حقه، وكنت بقول قصص ممتعة لفهيم الحكيم. يا ليث، هل تسمعني؟ في راجل حكيم عايش على الجبل، روح له حيساعدك. خد بالك وانت ماشي في الطريق فوق، الراجل ده على فكرة شبهي، اوعى تاخد برد. يا فلافيلو، كفاية. طبعاً كفاية، أنا قلت كده برضو. أصفر وصغير ولا يصوصو، بالطبع ليس كتكوت. بايخة وقديمة جدا على فكرة. انتظرني ولم أنتظره، إذن لا أعرفه. لا أستطيع تحمله يا ليث، هذا الوحش مزحه سيء جدا، سأطير أنا الآن. أنا ماني مصدق، إيش حسوي في المشكلة هذه يا ترى؟ أرجوك لا تقول نكت بايخة مرة تانية، أنا تعبت منها. يا عم فلافيلو، أنت السبب في كل هذا. هو نصحني بإيش؟ أيوة افتكرت، لو قلت نكتة أحسن منه أقدر أتخلص منه بسهولة. أنا لازم أروح للعجوز الحكيم هذا. يقولون ذات مرة: واحد اثنان ثلاثة. أنا ماني قادر أتحمل أكثر من كده، أجري عليك بسرعة، إياك الوحش يلحقك. قدرت أهرب منه بصعوبة، ما عندي وقت طويل، لازم ألقى حكيم الجبل هذا. بس يا ترى ممكن ألاقيه وين؟ أنا هنا. ها؟ وينك؟ في قمة الجبل. لو كنت عايز تعرف إزاي تهزم وحش النكت السخيف ده، يبقى لازم تطلع لي فوق، يلا بسرعة. في قمة الجبل؟ طيب انزل لي أنت أسهل. ما ينفعش طبعاً، حاطط الغدا على النار ممكن يتحرق. أوه، شكله ما في حل غير كده. كل شيء حيكون مرة تمام.
أنا متأكد. أهلا بيك يا متسلق الجبل، تحب تاخد فنجان شاي على السريع معايا ولا تتغدى على طول؟ إيش؟ أنا أبغاك تساعدني أهزم الوحش اللي بيطاردني. كويس، كنت عامل غدا على قدي. هدي نفسك واسمعني كويس، عشان تهزم الوحش ده لازم ترد النكتة بنكتة أحسن منها وبسرعة. عشان تعمل حاجة زي دي لازم، إيوه لازم حاسم، تقول نكت باردة ومتلجة قوي، يعني نكت طالعة من الفريزر متكتكة. انت ايش بتقول؟ انا مشيت الطريق هذا وطلعت الجبل المتعب هذا كله علشان تقول لي متلج وفريزر؟ انا افتكرتك حتوقف معايا وتساعدني ونواجهه مع بعض. 65. 65 ايش؟ يا ليث، في الواقع انا مصنوع من خيالك انت، انا مش حقيقي. لا، انت وين رايح؟ الوحش بيقرب علي، خلاص ما في مهرب يا ليث، انت لازم تواجهه. خليك شجاع، يلا واجه النكتة بالنكتة. بيع فواكه يعد، قال 1 2 3. يا وحش النكت، مرة قد الرز محطوط على النار شاب فجاب جول، جاب جول. حقا. ايش اللي صار لك يا وحش؟ حسناً، اسمع هذه المزحة، هناك رجل فاته العيب فاصطدم بالعيب الذي يليه. طيب ليش القطار بيوقف في المحطة؟ عشان ما يعرف يبعد. صراحة هذه المزحة جيدة جداً، لا أستطيع التحمل. وأخيراً مرة واحد صاحبنا قرر يكبر راسه، ما عرف يفسخ التيشيرت. كده أنا جاهز، حنشوف بكرة في المدرسة مين حيقدر يقول أكثر نكت مضحكة. كانت ليلة غريبة فعلاً، بس تستحق التعب. هي يا أصحابي اسمعوا، أنا محضر لكم نكت جديدة تضحك جداً، تحبوا تشوفوا مين فينا فني أكثر اليوم؟ ما في نكت، من اليوم رح نحكي قصص مرعبة ومخيفة، نحن خلص ملينا من النكت. إيش؟ إذا ما عندك قصص مرعبة تحكيها فأحسن لك إنه ما تقعد معنا. إيش؟ إيش؟ هلا لقيتك، ما لقيتش عظمة البسكوت اللي اديتها لي امبارح يا ليث. فيري 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 فيري. تفضلوا آيس كريم اللذيذ، تعال تعال تعال، الآيس كريم الأصلي عندي هنا، تعال وتذوقوا. ايه آيس كريم لوزوز، مين يقدر يقاومه؟ لا لا لا، وسعوا القبطان، فلافيله جاي ومحدش هيقدر يوقفه، الحقوني بابا، بقي لي فرصة واحدة بسرعة. اللاعب حقي ما بيلعب زي ما أبغى، شكل الجويستيك خرب. كيف؟ أنا دوبي لاعب بي أمس كان كويس، كده أنت خسرت وراحت آخر فرصة لي. مستحيل، ماني مصدق، كله بسبب الجويستيك الخربانة هادي، في شي غلط. بابا إيش سويت؟ ليش كسرت الجويستيك؟ طاح من يدي. زيك يا درغام. أهلا أهلا يا فلافيلو، ليتك دقيت قبل ما تدخل. ما كنتش عايز أتعبكم وتقوموا تفتحوا. أنت جيت فوقتك يا عم فلافيلو، بابا كسر الجويستيك وخرب اللعبة، ايش حنلعب دحين؟ يلا نلعب بالبيلي، بصوا انا بليته اهي كبيره شويه بس مش مشكله. نلعب تيل دحين؟ كيف يعني؟ يعني ازاي يا ابني انت؟ برغم هو الولد ده بيقول ايه؟ شوف يا حبيبي، التيلة هذه عباره عن كوره صغيره مصنوعه من القزاز ملون، تعرف زمان كنا نلعب فيها طول اليوم في الحاره. يا سلام على ايام البيلي، كان معايا الحزام الاسود. طيب علموني، خلونا نلعبها سوا طالما بابا خرب الجويستيك. الجويستيك خربانه من اول. طبعا طبعا، انت ما كسرتوش ولا حاجه. المهم احنا شكلنا حنحتاج نجيب تيل تاني، ما حينفع نلعب بتيلة واحدة. يا ليث روح يلا جيب التيلة القديمة حقتي من المخزن، حتلاقيهم جوا مجمعهم في كيس. انا لقيته. فين حنلعب؟ انا عندي ضيوف مهمين، يلا تفضلوا من هنا، كله يطلع برا، طوارئ اتحركوا، اخرجوا من الصالون حالا. هنروح فين بقى دلوقتي؟ نروح بيتك يا فلافيلو. بس انا بيتي فيه خناقه كبيره جدا بين النمل والحشرات، مبهدلين الدنيا قوي. تمام تمام فهمنا، انت بيتك مخربط، دحين يا جماعه لازم نلاقي مكان عشان نلعب فيه. اوه في ايه؟ على فين يا بهوات؟
ليث يا ابني، ما هذا الذي انت ماسكه في ايدك ده؟ شوف هدول شوية تيل، قاعدين ندور مكان نلعب فيه. ممكن اسمح لكم تيجوا تلعبوا بي عندي في منزلي المتواضع، لكن انا عندي شرط. ايش الشرط هذا؟ انا كمان هلعب، لو كسبت هاخد من كل واحد فيكم علبة بسكوت. انا عن نفسي مش هشتري له بسكوت. تمام موافق. وانا بقى مش موافق، لو لقيت بسكوت هاكله انا. هزلت حقا، كان كويس يعني لما اكلت مني نص الطماطمايه بتاعتي. الطماطم دي حاجه والبسكوت حاجه تانية. اطمن يا فلافيلو، رستم باشا اصلا ما راح يقدر يغلبنا ابدا. يلا مفيش حد هياخد مني بسكوتي. بسكوت ايش هذا؟ بسكوت لسه ما جبتوش، ولو جبته ما تاخدوش. خلاص يا فلافيلو، تركنا لك بسكوتك اللي مو موجود. يلا مشينا. اتفضلوا من هنا، اهلا بكم في بيتي الفاخر. انت عايش هنا يا رستم باشا؟ ايوا، وانا كمان اللي عملت الديكور بتاعه بنفسي. ايه رايكم، تحفه مش كده؟ ايوه عجبنا مره يا رستم باشا. لا ده وحش قوي. فلافيلو لا تنطق. ما في مكان نلعب فيه هنا، يلا نمشي. لا طبعا في. فلافيلو ممكن تروح تشد الترابيزه اللي هناك دي؟ البرميل ده؟ انا قلت الترابيزه. البرميل يعني؟ البرميل اللي هو الترابيزه. لا بقى انا شايفه البرميل اللي هو يبقى البرميل بالظبط، بس مش مهم. ايش هنسوي؟ يلا يا جماعه نبدا اللعب. بترميها كده شوف. هو ده لعب يا درغام، بص شوف فلافيلو. على فكره بقى انا احسن واحد ممكن يلعب بالي. ايوه اصلا انا فضلت العبها كتير بين الحارات والازقه. انتبهوا فلستم ما تظنون، وهناك ما يسمى بالمنطق. هل هذا منظر بلية او تيلة؟ اسمعوني كفا. في شيء غريب يا بابا. ايش اللي بيصير هذا؟ البلية دي شكلها تتحول. ده اسمه كلام برضو يا بيليا، هو انت اتعصبت علينا كده ليه يعني؟ سأجعلكم تكفون عن ملادتي بهذا الاسم، ستظلون محبوسين هنا إلى أن تتأدبوا معي. على فكرة أنا ما أقدرش أفضل هنا على طول يا درغام، عشان المسلسل اللي بحبه جاي بالليل. أكيد في طريقة نخرج بيها من هنا. مفيش غير طريقة واحدة بس ممكن تخرجوا بيها من هنا. مين هذا؟ اعرفوا لوحدكم ابقى مين؟ جهاز توستر بس عنده شنب ودان. أيوة مظبوط، أنا فعلا جهاز توستر، ما تهزرش بقى. هو أنت مش شايفني يعني؟ أنا محبوس هنا بقالي سنين كتير. مو المفروض إن هذا شيء يزعل؟ تقريباً عندك حق، بس أنا ضحكت بالغلط. إحنا لازم نخرج من هنا بسرعة، فلافيلو لازم يروح يشوف المسلسل حقه في البيت. خليه براحته، مش لازم تستعجله يا درغام، أنا ممكن أتفرج على الإعادة. بس لما تتفرج على المسلسل أول ما يجي بيبقى أحسن. مسلسل إيه ده؟ بنتين. إيه؟ بيج بن إيه؟ صح، بنتين ده حلو قوي. ايوه بحب المسلسل ده قوي، عندي كمان ساعه بنتين، عايز تشوفها؟ مسلسل ايش اللي بتتكلموا فيه؟ احنا محبوسين هنا ولازم نتصرف ونخرج. هذا صح يا ابني. يا استاذ غرير، في طريقه ممكن نخرج بيها من هنا؟ في. طيب يلا قول لنا ايش هي الطريقه بالضبط. مش قايل؟ ليش ما تبغى تقول لنا؟ عشان دي خطيره جدا، المتاهه البلوريه، ودي مكونه من طبقتين، لازم توصلوا للمركز وتطلعوا المفتاح وانتوا خارجين منها. بس مفيش حد راح هناك ورجع تاني، مفيش حد عرف يخلص المتاهة دي. سمعت قال ايه يا درغام؟ محدش رجع من هناك. ما هو اللي طلع ايش اللي حيرجعه تاني؟ شكلك عندك حق. طيب احنا ممكن ندخل اول طبقة من فين؟ ادخل من الباب ده، وأول ما تدخلوا هتشوفوا مكان تاني خالص غير اللي هنا. لازم تلاقوا مفتاح الطبقة التانية وتفتحوا الباب بأي شكل. يا ليت المفتاح متخبي في مكان سهل ونلاقيه. لازم نبص تحت الحصيرة. ما في حصيرة يا فلافيلو. عندك حق، ممكن يكون المفتاح ده جوه الفازة مثلا. طيب يلا نروح ندور. ما رح تجي يا غرير؟ لا لازم يكون في حد هنا عشان يساعد اللي بيجوا بعد كده. حظ سعيد. شوفوا في دليل هنا. عاصفة التراب والرمل العجيبة، صعب عليك الهروب من المخلوقات الغريبة، اسمعوا اللي المفروض تلاقوه في الصحراء وروحوا دوروا بسرعة على أول جزء من اللغز. أنا ما فهمتش أي حاجة من الكلام ده. مفيش دليل تاني يفهمنا فيه إيه؟ بيقول عاصفة التراب والرمال، ما في أي رمال هنا. عجبك كده؟ اهو بقى سمع كلامك يا درغام. الجو هنا حر قوي، يا ريتني اشتريت ايس كريم بدل البيليا. ايدوا يا جماعه، ممكن نطلع من هنا بحل اللغز هذا. ايش هو يا ترى؟ صعب جدا الهروب من المخلوقات الغريبه. ايش الهروب من المخلوقات هذا؟ هنهرب من النخل ولا ايش؟ ايش المخلوقات الموجوده في الصحراء؟ ممكن يكون ابو زبابه. ايه بصوا كده على الاهرامات اللي موجوده هناك دي، ايه رايكم لو نمشي في الاتجاه ده كده؟ إيه؟ لا طبعاً، دي فكرة وحشة جداً، اهربوا!
لازم تسمعوا كويس اللي تلاقوه في الصحراء. بس كيف نسمع اللي راح نلاقيه هنا؟ فكك دحين من اللغز واهرب يا ليث. مضبوط، مويا اللي لازم نلاقيه في الصحراء طبعا هو المويا. عبقري يا ابني، يلا لازم نجري من هذه الجهة. وهنعمل ايه دلوقت؟ وصلنا للبحيرة. مش عارف ايه نظامكم بس انا هشرب مية، انا عطشت قوي من الجري يا ناس. ايه سيب لي شويه يا ابني انت. ما هو ده المفتاح؟ برافو عليك يا عم فلافيلو، انت لقيت المفتاح. احسنت عليك يا فلافيلو، بس يا ريت المره الجايه بقى تبقى تسيب لي شويه. بسرعه افتح الباب الثاني قبل ما تيجي المومياوات. جايين ورانا. اقصى عليكم يا نمل ويا حشرات يا وحشين، ما لقيتوش مكان تاني تتخانقوا فيه غير بيتي، كان زماني قاعد في البيت بكرامتي. انت شكلك كده عرقان شويه، ايه رايك ترتاح وتهدى؟ بس مفيش وحش عشان تهرب منه المره دي، اللي بتدور عليه ممكن يبقى موجود مع الراجل الصغير اللي هناك. ممكن. بقول لك يا درغام لو سمحت لا تفتح فمك. ايش في يعني؟ كنت حقول ممكن نرتاح ونبرد شويه. مش انا قلت لك تسكت خالص يا درغام؟ عينيا فرزنت. شوفوا هادي بطريق، احنا في القطب الجنوبي. بسرعه لازم نحل اللغز هذا والا حنتجمد هنا. لا ما حدش هيتجمد قبل ما اكل البسكوت بتاعي. ما في وحش تهرب منه هادي المره، يمكن تلاقوا اللي بتدوروا عليه عند الرجال الصغير. تقريبا ما في دليل المره هادي. ومين الرجال الصغير هذا؟ كل اللي محتاجينه دحين هو مفتاح للباب الجاي ونخلص. ها ايش هذا؟ في احد هناك؟ شوفوا الرجال الصغير ده. ايوه اكيد هو الرجال الصغير، امسكوه بسرعه. هو فين راح؟ احد شافه؟ شكله جري جوار البطريق اللي في النص هناك ده. اي واحد فيهم يا رستم باشا، هذول كلهم شبه بعض. ازاي يا درغام؟ بص كده ده عنده شنب. سيب البطريق هذا ودور على الرجال يا فلافيلو. شوفوا هناك بسرعه دخل البيت. تعال نمسكه قبل ما يهرب. أهلين بالضيوف. أهلا بيك بابا نويل. أنت إيش بتسوي هنا؟ أنتوا شو اللي جابكن عنا وشو عم تعملوا بالضبط؟ في الحقيقة بابا نويل إحنا محبوسين جوا متاهة سحرية، وبعدين شفنا المساعد حقك الصغير هذا، مشينا وراه عشان نبغى نسأله على شيء. ما زالكن إجيتوا كرمال شغلة؟ اتفضلوا سألوا. متشكر جدا لكرمك أستاذي الفاضل. إحنا انحبسنا في متاهة سحرية غريبة ولقينا دليل عشان نخرج منها، وهذا عبارة عن لغز، والدليل بيقول امسكوا الرجال الصغير هذا. وإحنا طبعاً أول ما شفنا الأستاذ الصغير ولقيناه صغير. تمام، يعني أنتوا يعتبر لقيتوني قبل ما تمسكوه، وصاحبنا الصغير هيك قام بالمهمة المطلوبة منه. زي يعني؟ عمو دايبة هو الباب؟ لا ماني الباب طبعاً يا أستاذ أبو زلومة. ليكو هون الباب اللي عم تدوروا عليه. ماني مصدق عيوني. بس احنا لين دحين ما لقينا مفتاح الباب الثاني. وهلا اجا دوري تسأل اسئلتي، وانتو لازم تجاوبوني. شباك صغير وحلو بيطل على كل الدنيا، شو هو؟ جاوبوني. ابو السباع. ايوه انا متاكد، على طول بيبص من الشباك. لا يا فلافيلو مو كده، هذا لغز لازم نحله، هو بيتكلم عن شيء مختلف تماما. عرفت، زماره. ايش علاقه اللي قاله يا فلافيلو بالصفاره؟ مش عارف يا درغام، شكلي كده عكيت. شكلي عرفتها، شباك مصنوع من القزاز بيطل على كل مكان. ايوه عرفتها، هذه اكيد النظاره. برافو عليك عرفتها، برافو عليك، انت هيك حزرت الحزوره. صار لازم اعطيك هديه يا شاطر. هديتي لي انا؟ بس مدري على نجاحي. لا هي مكافاه لانك حزرت الحزوره، اتفضل خود. شكرا عم بلحيه. نفتح عشان نشوف جواها ايه بالظبط. اكيد جواها بسكوت طبعا. هذا طلع مفتاح. مفتاح باب ايه ده يا ترى؟ طيب باب شو بده يكون؟ قولك يا ليث. اكيد هذا مفتاح باب الخروج. يلا تفضلوا طلعوا برات المتاهه الخياليه، ولازم تديروا بالكم على حالكم،
وبعد هيك ما تعصبوا أي بلورة خيالية من شان ما تلاقوا اللي ينقذكن. إحنا متشكرين يا عم أبو لحية. مش حلعب بالبلية تاني أصلا. الوداع عم أبو لحية. أخيرا خرجنا، ماني مصدق، خلصت المتاهة. هو بصوا الرجل الصغير اداني الهدية دي قبل ما امشي، وانا بقى قررت اني اديها هدية لرستم باشا. انت بتتكلم بجد؟ انا ممكن اطير من الفرح. اتفضل خدها. افتحها. فتحتها. رستم بالكريمة، انا هوريك فلافيلو وستهندم. اضربوه بالليزر الاحمر واطفوا الشوربة اللي على النار. حلم. شكله كده يوم جميل. فريدون، في ورده نبتت على راسك، مبروك. اي خبر بتقول ايه؟ ماله ده؟ مش سامعني خالص ولا شكله كده بيتنطط علينا؟ كل ده عشان ورده؟ ورده؟ ماشي يا ابو ورده. اي يا راسي. بدوم بوم 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 تشكم بوم بوم، يوم جميل قوي. ازيكوا؟ انا بقى جبت كارت مواصلاتي، مش معقول شكلي نسيته ولا ايه؟ ايه النحس ده؟ تمهل ارجوك. لقيته كنت هضيع. واخيرا الاتوبيس وصل. بهدوء يا جماعة، واحد واحد، الكل سيركب. ركبت الأول، ركبت الأول، الباقيين هيتأخروا وأنا لأ. يلا يا اسطى، الأتوبيس اتملى، يلا، اطلع بينا. وريني بتقرا ايه؟ بتقرا مغامرة؟ حلو، فيها أكشن دي. عمهلك يا أبني. وريني اسمه ايه؟ عمهلك، استنى شوي. عايز أشوف العنوان. ماذا؟ خطة على الطريق، سأتوقف، تمسكوا جيداً. يا لهوي، أنا طلعت بطير. يا ابني دير بالك، منك حاسس عحالك؟ وانا بقى عملت ايه يعني؟ ما شفت واحد ما عنده احساس قدك، ما بيهتم بأي حدا ماشي جنبه، أناني، ما بيفكر إلا بحاله وبمصلحته. بتمنى إنك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي أمنيتي الوحيدة. وداني باظت خالص، صدى الصوت ده صدع لي دماغي. تستطيع النزول حالاً. بس ده آخر أتوبيس هنا، كده مش هعرف أروح عند درغام، يبقى ملوش نصيب يشوفني. بتمنى إنك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي أمنيتي الوحيدة. اخرجي من حلمي يا ست انتي. أنا نمت كويس قوي الليلة دي، أما أقوم أفطر بقى. إيه ده؟ السرير بقى عالي قوي كده ليه؟ المهم أروح أشم شوية هوا. النهاردة شكله يوم حلو قوي. فريدون عامل إيه؟ بكلمك فريدون، مش سامعني ولا إيه؟ النهاردة كل حاجة عالية قوي ليه؟ المهم فريدون عامل إيه يا صاحبي؟ قول لي إيه الأخبار؟ ده إيه ده؟ حشرة؟ دي وقعت لي من السما. بتقول ايه يا فريدون؟ انت كويس؟ تعالي هنا اكلك. اوبا، في ايه يا عم؟ انت اول ما تكبر يا فريدون هتاكلني ولا ايه؟ يا مامي. هربت منهم، خلصت منه، بس ليه كل حاجة بقت كبيرة كده مرة واحدة؟ مش فاهم حاجة. يلا راحة يا جماعة.
آه يا هلا، أما اطلع اقعد هنا. دي شكلها عربية ضرغام، أكيد يقدروا يساعدوني. يا ريس بسرعة خليك ورا العربية البيضاء اللي هناك دي، أنت سامعني؟ ما هذا؟ حشرة، توجد حشرة هنا. يا أسطى في إيه؟ الحقوني الحقوني. شوف الباص اللي هناك هذا، إيش اللي بيصير في الباص هذا؟ ليس درغام، وسعوا لي، أنا جاي، أنا جيت. حشرة! بابا شغل مساحة القزاز، شغلها بسرعة. استنوا استنوا، درغام بابا، رش مويه رش مويه. بلاش رش مويه، بلاش بلاش مويه بلاش مويه، استنى درغام درغام. في شي يا بابا؟ هذه الحشرة قالت اسمي. من متى الحشرات بتتكلم يا بابا؟ يا ناس انا فلافيلو، فلافيلو الفيل. فلافيلو؟ انت مو فيل كده، بس انت شكله كده بس على حشرة. لا يا راجل، تصدق ما خدتش بالي. ايه؟ كيف صرت حشرة يا عم فلافيلو؟ مش عارف، صحيت الصبح لقيتني حشرة. لا لازم يا حشرة دي مضرة قوي. سمعتوا بودنكم يا اولاد، طلع لنا شغل اهو. يا طمان روح انت بسرعة هات لنا مبيد حشري من المحل اللي هناك ده. في ايه يا حبايبي المواطنين؟ سمعنا انكم عندكم مشكلة مع حشرة، اوعوا تقلقوا خالص، احنا موجودين علشانكم. حقا انتم اخويا جدا، اقبضوا على الحشرة الغريبة وسنعطيكم ما تطلبونه من مال. صيادين الحشرات على اتم الاستعداد. يا ده انا كنت جعان قوي، جربت تخلص بسكوتة، اروح اجيب لك نص زيتونة تهضم بيها. اما لو كنت فيل كنت كلت الترابيزة، دلوقتي فتفيت البسكوت بتشبعني. طيب يا عم فلافيلو، ليش دونن عن بقية الحيوانات اتحولت لحشرة؟ هيكون ايش يعني، يمكن ساحر شرير حوله لحشرة؟ ثانية امبارح في الاوتوبيس في ست كبيرة اتعصبت عليا قوي، وبعدين اتمنت امنية من قلبها. وايش قالت؟ اتمنى انك تعيش في يوم من الايام نفس اللي بنعيشه كل يوم. ايوه قالت كده. تمام كده، اكيد امنيه الحرمه هذه اتحققت طبعا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما ينفعش افضل حشره، حاجه ممله قوي، ده انا حتى مش عارف العب. بصوا مش عارف ادوس على الزرار ازاي. رايي نلاقي الحرمه الكبيره وانت تعتذر لها، يمكن كده تسامحك وبعدين ترجع لحالتك الاصليه. ايوه يلا ندور عليها. ايش ده الصوت؟ مكانكو، احنا صيادين الحشرات وجت لنا اخبار بتقول ان الحشرة موجودة في البيت ده، بسرعة سلمونا الحشرة حالا. درغام اوعوا تسلموني ليهم. اخيرا لقينا الحشرة الخطيرة المخيفة، جيت الاضاكي. مش فاهم ليه كله بيبالغ فيا قوي كده. بابا ما يصير نسمح لهم يمسكوا الحشرة فلافيلو، يلا ندور على الحرمة. عندك حق يا ابني، فلافيلو امسكني كويس. يلا تهربوا، يلا ورايا، يلا بينا بسرعة، يلا اطلع من هنا بسرعة. فين حنلاقي الحرمة الكبيرة الحين؟ أكيد حتلاقيها في السوق طبعاً، كل شيء في السوق حتى الحريم. طيب يلا ورايا بسرعة على سوق الخضار. أعطيني 2 كيلو من هاودي، بس ما تحط لي الخربانين. ها يا تيتا شوفي يا أولاد، هو أنت تعرفي الحشرة هادي؟ تيتا فاكراني ولا إيه؟ وقعت عليك امبارح في الأوتوبيس. شو هيدا، حشرة وكمان بتحكي وبدك شي تاني مني؟ تيتا افتكر انا في عرضك، انا اصلا كنت فيل ووقعت عليكي في الاتوبيس، وبعدين صحيت لقيت نفسي حشرة، كل ده بسبب امنية صغيرة تمنيتيها، وانا بتأسف لك على اللي عملته يا تيتا. هم هناك هم. انت الفيل يلي بيضايق كل يلي حواليه وبيتصرف من غير إحساس وما بينتبه ليلي أصغر منه وبيعمل حاله مش شايفن. أنا ما فضلتش حاجة ما عملتهاش فعلا. مو باقي طبعا، أنا هلأ تذكرتك، تمنيتك تحس مثل ما منحس يمكن تصلح من حالك.
وهي امنيتي اتحققت. قربوا يجوا يا بابا. يا ستي ما افتكرتش اني بضايق اللي حواليا قوي كده، صدقيني. سامحيني بقى ارجوكي، وانا بعد كده هبقى مواطن حساس اكتر من كده، اوعدك. ما زالك انت زعلان هيك؟ خلاص حاتمنى لك امنيه، بتمنى انك تحس اسوأ من هيك 10 مرات. قلت ايه يعني؟ هتنبسطي كده يا تيتا؟ فلافيلو انت فين رحت؟ اتمنيت انه يتحول لكائن حي ما بينشاف بالعين. شوفوا ايه اللي حصل لي ده؟ عملتي فيا ايه تيتا؟ بصوا يا جماعة بقى صغير ازاي، صعب علي قوي. يا خلاص عليك. صغير، شوفوا ما تضحكوش أرجوكم. لا ايه اللي حصل؟ انا مش حشرة، انا فيل. رجعت فيل تاني، ده كان كابوس. أولي أنا فيل. أنا لازم أعمل حاجة. أستاذ فريدون بيه، أنت كويس؟ أنا آسف إني وقعت عليك الزرعة امبارح. أهلا يا حبايبي، بشويش كده هستنى دوري ومش هوقع حد وأنا بركب الأتوبيس. بالراحة اركبوا بالراحة خالص، تمام؟ برافو عليكو. اما اقف هنا بقى. وانت عامل ايه يا ريس؟ شايف انا بقيت هادي وواخد بالي ازاي؟ بس يا ريت ما تضربنيش تاني بالمجلة عشان ما نتخصمش. ها؟ واضح انه عاقل جدا. تيتا عامله ايه يا تيتا؟ شو عم تعمل يا ابني؟ انت منيح؟ كويس 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 قوي. تعالي بقى اقعدي عندي هنا، ما توقفيش خالص، ما تعرفيش اللي ممكن يحصل، سواء يفرمل حد يقع عليكي. مش كده؟ تيتا السلحفة الجميلة اللي مش هتحولني الحشرة ولا أي حاجة تانية في الحياة، وإلا هزعل مني. أنا غالباً كده حطيت كتير من المادة السوداء، وكمان عملت مجرات صغيرة فوق راسي. مش مشكلة، أنا قادر أحرك الضوء لأي مكان، بس ليه مرة واحدة بيسخن وبيقفل لوحده؟ المهم بقى أنا لازم أجرب أعمل واحد جديد، وبما إني مش محتاج ده دلوقتي أرميه. أهو انتبه، إياك تطيحها. ما توترنيش يا درغام، ما توترنيش. ما بوترك يا فلافيلو، أنا ما بوترك. ما تزعقش يا درغام، أنا كده بتوتر أكتر. تمام، أنا آسف، إحنا مو مستعجلين، حنقدر نوصل التورتة هادي إلين البيت من دون ما يصير لها شيء. تبغى تقول شيء؟ رجلي بتترعش يا درغام، رجلي بتترعش جداً. بلا دلع، لا تقول كده. رستم ساعده. تمام، أنا جاي. يا رجلي يا. خلاص قربنا، ارفعوا. خلاص حطيناها. ايه التورته دي عشان ايه يا درغام؟ اليوم عيد ميلاد ليث، لا يفوتك، رح تيجي صح؟ هاجي طبعا، مدام هيبقى في تورته. صحيح، هو هيبقى في تورته؟ لا ما في تورته، اللي قدامكم هذا يبقى جرار طبعا. بس ده جرار غريب. لا تمزحوا، ايش هادي؟ هادي تورته، تورته عيد ميلاد ليث. طب هيبقى في تبوله او بقلاوه؟ ها؟ ولا انتوا عاملين حله محشي النهارده؟ انا محتاج اجابات على كل الاسئله دي يا درغام. انت كده هتجنني يا رستم. يلا يا فلافيلو على السياره، وانت لا تتاخر على عيد الميلاد. بس انا ما ينفعش اروح من غير هديه، أجيب هدية منين أنا دلوقت؟ عندي فكرة حلوة، المسدس ده شكله جديد. تمام، قشطة، أنا بقت هديتي جاهزة. جبتي شوك وسكاكين يا بنتي؟ أيوة يا ماما. جدو أبو السباع كان المفروض تعلق اللي عليها اسم ليث. انت يا جدو علقت اللي بابا كان مسويها وقت زواجه من ماما. فعلا؟ استني شوية، تتجوز ايش هادي ناقصة؟ بلا تريقة، انا فلوسي ما كفت للباقي. واو، التورتة وصلت، انا رح اروح انادي على ليث. برافو يا درغام،
حطوا التورتة على الطاولة بالراحة. كويس إنهم لحقوا يسووها في أسبوع واحد. انتبهوا عليها كويس. هم عملوها في أسبوع وأنا هاكلها في دقيقة واحدة. مية مس على عيونكم. أهلاً يا رستم بيه، شكلك مرة حلو اليوم. ألف شكر ليكي. من فين الوردة هادي يا رستم؟ من الجنينة بتاعتكم طبعاً. إيش؟ فين بقى الولد الخلبوص؟ في غرفته بيجهز علشان هيلبس طقم مخصوص. أوه، رستم بيه جاب هدية، يا ترى إيه؟ مش هوريها لك، أنا هديها لليف. لا أنا هشوفها. لا سيبها بقى فلافيلو. فلافيلو لا تمزح. يا سلام، المسدس الصغنن الجميل ده، أنا عمري ما شفت مسدس كميل خالص زيه. بيعمل إيه ده؟ ده بقى يا فلافيلو مسدس مية. متأكد يا رستم باشا؟ طبعا أنا متأكد. اتفضل شغله، خلينا نشوف. طيب وريني كده. شوف أهو اشتغل. يعني تقريبا بيتهيألي كده اشتغل. يا ترى إيش هذا؟ ضرب نور بس، هو ما بيطلعش مية؟ أيوة أكيد في مية. رستم فين التورتة؟ أنا لسه ما دقتهاش. مش عارف راحت فين. تمام، لا تصرخ، ما حد شافنا، كله يهدى شوية عشان نفهم. فاهمين ولا؟ أنا هروح وراها، أنا لازم ألاقي التورتة يا درغام. لا تمزح يا فلافيلو، إحنا مو عارفين أصلاً البوابة هادي رايحة على فين. أنا عندي ملابس رائد الفضاء اللي أخذناها من دودي الفضائي، هروح أجيبها وأرجع. درغام، وين التورتة؟ وين التورتة؟ اتصلوا من المحل وقالوا إنهم نسوا يحطوا عليها شوية كرز، ما قلت لك؟ فبعتوا ياخدوها عشان يضبطوها. تمام، جيبوها بسرعة. أهلا بيكي مدام عنود. أنت ليش بتضحك يا رستم بيه؟ مفيش حاجة مهمة، أصل البوابة بلعت التورتة. أنتوا إيش بتقولوا؟ أي بوابة؟ البوابة أي مكان بيفتحوا على أبعاد ثانية. يعني مجرات مختلفة، فضاء بقى ومركبات وحاجات من دي. أنتوا انجنيتوا على الأخير، أنا رايحة. أنا جيت. البس يا فلافيلو، وانت كمان امسك الحبل يا رستم، رح نربط فلافيلو وهو اللي حينزل من البوابة. أنا جاهز. تمام يا فلافيلو، بس انتبه، بس إياك تيجي بدون الكيكة. امسك الحبل يا رستم. خطوة صغيرة لفلافيلو، قفزة تاريخية للفلافيل كلهم. امسك كويس. تمام. ده انت تقيل قوي. انت اللي تقيل. كان حلو قوي. صحيح حفلة جميلة. حط الهدية دي. اوه اهلا يا اولاد، اتفضلوا. هلا بيرين. اهلا فيكي، كيفك حبيبتي؟ اهلا بك يا عنود، التجهيزات جميلة قوي. ها ليس فين؟ بش رزان، اقرأي هذا. ايش ده؟ اوف يا ليث، بلا بلاها. اقرأي اقولك، انت حتقدميني. اوف، طيب ايش ده؟ حاكم البحار السبعة واكبر قرصان على مر العصور، بلا بلا بلا، اقدم لكم ليث. هاها ايوه انا هنا. اوه لبسك كتير حلو يا ليث. شكرا يا عارف، استنى لما تشوف الكيكة بس. وينها؟ أكيد موجود في مكان هنا. وش العمل؟ الأولاد وصلوا وليث هنا، لازم نلاقي التورتة بسرعة. إيه ده؟ شكله غريب، لما أشوف كده البتاع ده بيعمل إيه. لا! يا بابا! بابا؟ إيش بتسوي بالحبل هذا؟ إحنا إيش بنسوي؟ إحنا بنسوي مسابقة نط الحبل، مو كده يا رستم؟ مو معقول، غلبتني تاني. منك يا خلبوص. شفت كسبتك ازاي؟ انا قوي جدا. ماشي، وبعدين الكيكة حقتي فين يا بابا؟ يا جماعة، في احد منكم كان يبغى محشي؟ ممكن أحد يشرح لي اللي قاعد يصير بسرعة؟ إحنا جهاز منع العلم المجنون، مهمتنا نمسح الأجهزة الغير مرخصة اللي مخترعينها العلماء المجانين مثل منظور، لأنها الاختراعات بتصير خطر على المجتمع. طيب وهذا إيش علاقته بينا؟ ما أنتوا لازم تقولولنا أنتوا لقيتوا المسدس العجيب هذا بأي مكان بالضبط. هكون لقيته فين؟ لقيته في الزبالة. أنتوا تشذي تستهزئون فينا، جيب المسدس بسرعة. الحين أنا بقول لكم آخر موقع فتح جهاز البوابات هذا، الأول حديقتكم والثاني كوكب المريخ.
كوكب المريخ؟ يعني فلافيلو في المريخ؟ منو أول واحد استخدم المسدس وضرب الطلقة؟ رستم. أنا ما كانش قصدي خالص. عيل تعلم، ومرة ثانية لا تلعب بشي ما تعرفه. ماذا يحدث؟ بابا إيش فيه؟ تقريباً كده السقف بيسرح. ما هذا؟ هاكم جهاز البوابات، صيدوهم يلا. ها؟ الدكتور أبو العينين؟ أنت كيف لقيتنا؟ جهاز البوابات بتاعي فيه جهاز تتبع، فشفت أنتوا فين من الكمبيوتر، تمام؟ أنا اللي لازم أسألكم، ليه أخدتم الجهاز من الزبالة؟ أنت إيه اللي خلاك ترميه في الشارع يا منيل؟ جربوا، خد استخدم المسدس. كيف أستخدمه؟ عمرك ما لعبت لعبة خيال علمي؟ أيوة، كده أنا فهمتك يا دكتور. كويس يا ابني، هات جهاز البوابات. مين هدول يا دكتور منظور؟ ها، هيكونوا مين؟ وكالة فيها شوية علماء فاشلين غيرانين من أعمالي، بيحاربوا اختراعاتي علشان عمرهم ما هيعرفوا يخترعوا زيها. الفلافيلو ايش حيصير له؟ استنوا هبص عليه هو بقى فين. المريخ؟ مستحيل، مش مصدق. انت ضربت الطلقة فين يا رستم بيه؟ انا يا عم مش هلمس الجهاز ده بعد كده ابدا، حتى لو ادتوني برميل بسكوت. ودلوقتي انا احاول افتح بوابة في المريخ في نفس النقطة. ودلوقتي هنا. تمام، روحوا انتوا وانا هجيب لكم فلافيلو على هناك. يلا باي باي. أتمنى إن فلافيلو ما يكون صار له شيء. أنا أتمنى الكيكة ما تكون صار لها شيء. أنت مضحك يا أخي فلافيلو. أنت مضحك يا فلافيلو. غير معقول. أعمل إيه، دمي خفيف، مش شيء تحفة. بالهناء والشفاء، أنت اشتريت كعكة جميلة، هيا لنشرب الشاي. إيه ده؟ فلافيلو؟ أوه دكتور محظور جه. تعال تعال، الشاي على النار، تعال اقعد معانا، اهو نلعب لنا 10 طاولة. مش محظور، منظور. وانت بتعمل ايه هنا قولي؟ ده اصحابك قلقانين عليك وهيتجننوا. يلا علشان نروح. طيب يا جماعة انا لازم استاذن دلوقتي، اكيد هنتقابل تاني، بصراحة حبيتكم. تمام تمام يا فلافيلو، سنتقابل قريبا، خذ الكعكة معك ولن نأكل ثانية، ومن يوم الاربعاء القادم لن نأكل حلويات ابدا حتى لا نتعب. هاخد دي، اهي تنفع في الطريق. يلا يلا نمشي، وانتم خليكم في مكانكم، في يوم هاجي افحصكم. وبشرب معاهم شاي، شايهم تحفة. يلا بينا موت. وينكم يا ضرغام؟ كلهم هنا مستنيينكم. انا ماني عارف يا عنود ايش اقول لك بالضبط. شو يا ليث، ما راح تطفينا هالشمعات هدول وناكل الجاتو؟ هذا لو في تورته. كيف يعني؟ وين التورته؟ اهي التورته، اهي طفي الشمع، مش عارف اقول اوف. هادي كيكه عيد ميلادي؟ هذا مو معقول. اهلا يا مدام، في شيء؟ وين الخيم؟ وين الخيم؟ ما تعرف أدوات التخييم وين ممكن تكون موجودة؟ أنا ماني لقيها هنا أبداً. بابا طالما أنت ما أنت عارف تلاقي أدوات التخييم وإحنا هنا، كيف هنخيم في الشمال من دون بوصلة؟ يا ولدي إيش دخل الشمال في الموضوع؟ نخيم في أي مكان في الجنوب وخلاص. درغام بص، في أدوات صيد كتير هنا. أوه السنارة دي جميلة قوي بجد. يا ترى إيه ده؟ أنا اصطدت حاجة. إحنا في المحل يا عم فلافيلو، إيش هتكون اصطدت؟ أها شوف أهو اصطدتك، اصطدتك يا صغنن، أسميك سردينة. يا أستاذ إذا بتريد تركني بدي ساعد الزباين. أنا آسف، أصلاً ده مش موسم السمك خالص، امشي يلا. استنى استنى، قبل لا تمشي وريني مكان الخيم اللي هنا. تمام، تفضل من هون. وإحنا طيب إيش رح نسوي؟ أهلاً بكم جميعاً، هل تريدون تجربة لعبة القوس والسهم الجديدة؟ أوه حلوين مرة، شفتهم على الإنترنت أمس. لو سمحتي، أنا كمان شفت فيديو حلو القطة اللطيفة قوي على الإنترنت، في منها عندكم يا ترى؟ عند الخيام ستجدون لوحة يمكنكم التصويب عليها، جربوا مهاراتكم في الرماية قبل الشراء. اتفرجوا عليا، عيون عيون الصقر بالضبط يا عمي. السموحة منك يا ولادي، تراني مو قادر أشوف المكتوب، تكفي لو تقرأ للخط أرجوك. طبعاً عيوني زي عيون صقر لسه في عز شبابه. ها
هذا هو. يا لها من ضربة رائعة. هل تريد تجربة اللعبة أنت أيضاً؟ طالما لعبة من غير فلوسي بأجرب. وسع يا ليث بسرعة، شوف الاحتراف على أصوله. هذا كده ما يدخل مويه صح؟ دي ما تحسبش. مرة كمان. يا فلافيلو أنا محتاج الرجال هذا دحين. أقرب شوية عشان هنا بعيد أوي. آخر مرة، دي آخر مرة. ماذا؟ هناك خصم كبير، أسرعوا. يلا بسرعة، كل حاجة بلاش. خلاص أنا هنجح المرة دي أكيد. أنا رح أهرب، هذا الفيل غريب. تمام، ما رح يلاقيني هون أبداً. هوبا! ضد قوانين الفيزياء يا ماما. وانا مش عارف انجح ليه، انا بقيت فاشل يا عالم، ده شيء مش معقول. بطاطا البطة. استنى بس يا عم فلافيلو، وين رايح وتاركنا؟ انا رايح البيت، ده لو لقيت طريق البيت طبعا. يعني ما انا طلعت فاشل قوي يا ليث. معنا اليوم الأسماء الواردة في موسوعة الأرقام القياسية لهذا العام. بطلنا الأول اسمه أبو طويلة بيك الطويل، وطول رقبته 35 متراً. أبو طويلة بيك، مرحباً بك، اشرح لنا كيف نجحت في اكتساب هذا الطول. للأسف مش سامع حضرتك. نعم الكلام من هنا صعب، سأصعد قليلاً. أبو طويلة، كيف استطعت تحقيق هذا الرقم القياسي؟ الشغل كتير طول الوقت، العرق دايماً، عرق كتير طول الأسبوع، الشغل كتير تاني، شغل زي المكنة طول الوقت. باختصار شغل كتير جداً جداً جداً. ها، وكمان بما إني زرافة رقبتي طويلة أصلاً، وممكن أكون اشتغلت كتير على الفاضي. شكراً أبو طويلة بيك. أعزائي، حان الآن موعدنا مع رقم قياسي آخر. معنا الآن الطفل الأكثر صراخاً للجملة بلو 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 بلو. طالما كل الحيوانات تقدر تحقق أرقام قياسية وتطلع التلفزيون بسهولة كده، أنا كمان أقدر أحقق رقم قياسي. أكيد عندي موهبة في حاجة أنا برضو. دلوقتي هقعد على مكتبي بالشكل ده، وهاخد قلم اللعبة اللي بحبه ده، وبعدين هكتب المواهب اللي عندي واحدة واحدة ومن غير استعجال. أيوه، ابدأ فلافيلو. بعد 50 عاما. لسه ما فيش حاجة اكتبها خالص. وبعد 100 عام. أنا إزاي لسه مش لاقي موهبة اكتبها؟ وبعدين الوقت عدى أوي، يلا نرجع مكان ما كنا. تمام، من 150 عام. أوه، إحنا رجعنا، الصوت الخارجي طلع بيسمع الكلام. ليش جمعتنا في الحديقة هذه بالذات يا فلافيلو؟ جايبنا هنا تقول لنا تاني إنك خايف من الألعاب هذه ولا إيش؟ ما تهزرش يا ليث، أنا مش خايف منها، واخف منها ليه يعني؟ يا مامي الحقيني. المهم اسمعوني كويس، امبارح فكرت كتير وقررت مع نفسي ادخل موسوعة الارقام القياسية الواسعة دي. الكتاب مش مقضيني، اتصرف ازاي؟ قولولي ارجوكو. ايوه زي ما تخيلتوا، حاولت اعمل كده بس منفعش للأسف الشديد يا صحابي. عشان كده خد يا ليث الكاميرا دي، وانت يا درغام خد الليستة دي خليها معاك. بس اللي يعرفه ان انت مو موهوب في اي شيء. ايوه عشان كده قررت اشتغل كتير يا درغام على فكرة. وعلى رأي المثل النجاح 40% موهبة، 50% شغل كتير، و10% شاورما فراخ بالتوم والبطاطس. قصدك 10% حظ يا صديقي. اقرا الليستة لو سمحت يا درغام. 1، اكون اكتر شخص في اصحابي القدام يرقص الرقصة المشهورة لومبان لومبان وانا لابس لبس سندويش الشاورما. صاحب الرقم القياسي فلافيلو حيبدأ الان. رقم قياسي جديد لرقصة اللومبان بزي الشاورما. بتسجل يا ابني؟ ايوه يا بابا. بدأت اعرق جوه الشاورما من دلوقتي يا جماعة. انت كده جاهز يا فلافيلو؟ يلا ولعها يا درغام ولعها. 3 2 1، ابدأ فلافيلو. لومبان 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 لومبان. بعد 9 ساعات. لومبان 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 بقى لومبان لومبان يا ماما لومبان 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 لومبان. كفاك اللي بتسويه يا فلافيلو، سهرت بينا وما عارفين ننوم. لومبان لومبان مش جاي لك نوم؟ قول لباباك يحكي لك حكاية وهتنام. ما ممكن معاك يا فلافيلو، بجد ما عارفين ننوم. لومبان لومبان انا ممكن احكي لك انا حكاية، بس مش هينفع ورايا شغل. لومبان لومبان قلت اسكت يا اخي، ارحمنا منك شوية. سفنجتي حبيبتي راحت، مش قادر استحمل يا درغام ثانية كمان. لومبان لومبان. عليه يا ليث كده، ما راح اكل شاورما تاني طول حياتي. كرهت الشاورما بسبب عم فلافيلو من جد. يا ترى الدور على ايش؟ اكثر حيوان بينظف وهو بيغني اغنيه من غير ما يوقفه في نفس واحد لاطول وقت. اكثر حيوان يقوم بالتنظيف اثناء الغناء بلا توقف وفي نفس واحد. انت كده بتسجل يا ليث؟ ابدا يا عم فلافيلو. كله يوسع يلا، بدل التنظيف الرشيق الخفيف. ايش ده؟
صاحبي بينظف التلفزيون حقي بالمكنسة، هذا ما يعرف شيء عن التنظيف. الأغنية يا عم فلافيلو إياك تنساها. أنا بتاع التنظيف، رشيق وخفيف، لطيف وظريف، بالصابون ينظفون، بالصابون ينظفون. استنى فلافيلو بتطلع الشارع كده. مش عارف أبطل يا درغام، مش عارف. يا سلام على التنظيف، أي تنظيف رغيف، أنا بحب التنظيف النظيف. هوبا هوبا وعلى التنظيف، شيكا شيكا شيكا، أيوة على التنظيف. آه الزول ده شكله تعبان، بينظف الجمامة. ليه 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 كده بس؟ الزبالة دي يا حرام اتوسخت جدا. هوبدي هوبدي، يا سلام على التنظيف، يا عيني يا ليلي على التنظيف بتاعي اللي أبدا مش سخيف. انت تعبت خالص، ده بدأ يمسح في الشارع كله. فلافيلو كفاية بقى، بس بس يا عيني على تنظيفي. بابا ممكن تقول له شيء لو سمحت؟ فلافيلو استنى هقولك شيء. ترى اللي بتسويه هذا ما ينفع يكون رقم قياسي، انت كده فاهم الموضوع غلط جدا. يعني ايه ما ينفعش رقم قياسي؟ يعني اللي بتسويه هذا طبعا صعب، بس انا ابغى اقولك ان الاشياء هذه ما تتاخد على محمل الجدية عشان تكون ارقام قياسية. عشان تكسر رقم قياسي لازم انك تتفوق على نفسك، وكمان تحاول في الأقسام اللي تحددها اللجنة، وإلا يكون كل اللي بتسويه هذا ولا ليه لزوم وما ينحسب إنه رقم قياسي. تمام ماشي. ليه ما قلتوليش ده كله من الأول قبل ما ابتدي؟ شفناك متحمس مرة فما رضينا إننا نزعلك. يعني يعني أنتوا ما صدقتوش إني عايز أحاول بجد؟ كنتوا عارفين من الأول إني مش هقدر أعمل حاجة وما حذرتونيش بس عشان أبقى راضي عن نفسي. لا لا استنى يا فلافيلو، ما تمشي رح نشرح لك. أنا رايح البيت ومخصمكم كلكم. إيش اللي سويناه هذا؟ إيش سوينا يا ليث؟ زعلنا فلافيلو مننا مرة. دقيقة واحدة، معانا مشاهد كتير وأنا عندي فكرة جبارة. في حفلة رغاوي ولا إيه يا عم البقال؟ يلا امشي من هنا. ايه ابعدوا عني، مش عايز حد منكم يكلمني. هتبوظوا الجرس، ما ترنوش كتير كده لو سمحتوا. انا خلاص مش عايز اشوف اي حد منكم، انا هفضل نايم على السرير ده عشان انا شخص ما عندوش موهبه ابدا. فلافيلو بيه، فلافيلو بيه، افتح الباب رجاء، نريد الحديث معك للاهميه الشديده وفي اسرع وقت. ايه سمعت حد قال فلافيلو بيه؟ بقيت بيه وانا بيه يا درغام. فلافيلو بيه. ايوه معكم انا فلافيلو بيه. قولي مرة كمان فلافيلو بيه. فلافيلو بيك؟ ايوه عظيم اوي. جينا لنعطيك جائزتك للارقام القياسية اللي حققتها. ايه؟ جائزة ايه؟ ارقام ايه دي؟ فلافيلو بيه كسرت رقما قياسيا جديدا، اخبرنا عن احساسك. بس انا عديم الموهوبية في اي حاجة، ازاي ده حصل؟ كلامك غير صحيح، اصدقائك الافاضل صوروا فيديو لمحاولاتك لكسر الارقام القياسية في الموسوعة ووضعوه على الانترنت وشاهده 10 مليارات مشاهد. ايه؟ 10 ايه؟ مليار؟ تريليون؟ 100 مليون؟ اكتر من 5000؟ اذا تفضل باستلام ميدالياتك الذهبية. مش مصدق كسرت رقم قياسي يا درغام. يوهو عندي ميدالية ذهب، يلا باركولي يلا باركولي. من جد كلنا فخورين بيك يا فلافيلو. بحبكم قوي يا احلى صحاب بجد، سامحوني اني زعلت منكم. احنا كمان مرة نحبك يا عم فلافيلو. الجايزة دي ما تكفينيش يا جماعة، انا محتاج جوائز اكتر من كده. بس لقيتها، قررت اعمل محاولة رقم قياسي جديد. ايش راح تسوي مثلا؟ بص يا درغام، هرقص رقصة اللومبان بسرعة وانا بنظف، وارقصها كمان وانا بسيخ كفتة، هعمل كله في نفس الوقت. ايش؟ تعالى هنا يا نجم يا صديقي، هعمل الموضوع ده كله تحت بيتك انت المرة دي بقى. امي ما تهربش، انا عارف بيتك فين يا نجمي، حضر الكفتة بسرعة. يلا نحط الحاجات دي كمان في السبت. تمام. ايه كمان؟ نحط شرط البحر الفضائي معهم، الشرط الوحيد للسباحة في كل شواطئ الكواكب في الكون. يا سلام عليك شرط، نحطه في السبت. ها؟ ايه ده بقى؟ قلعة رملية متواصلة بالانترنت؟ حلو ده كمان، نضيفه ليه لا؟ انا شكله انبسط فعلا الصيف ده قوي. وصلنا الجزء الدفع دلوقتي. ها؟ ايوه الكريدت كارد. فين البطاقة بتاعتي؟ ادور عليها هنا. مش تحت برضو، مستحيل ألاقي حاجة في الفوضى دي بجد.
لازم الاقي حد ينظف المعمل ده زي الناس، عشان كده كتير وحاجتها هتضيع. صباح الخير، انا جيت عشان الاعلان اللي انت حطه على الباب ده. بس انا ما حطيتش اي اعلان على الباب. لو سمحت اغلق الباب وراك، مش ده اعلان برضو ولا ايه؟ لا ده طلب حضرتك. وانا اللي فرحت اني لقيت شغل اخيرا. خلاص انا همشي. استنى استنى عليا، مش انت كنت عامل نظافه في المدرسه؟ ليه بتدور على شغل؟ المدارس بتقفل في الصيف وانا زهقت من قعده البيت. عارف امبارح من الزهق عملت ايه؟ كويت حوالي 50 قميص. لا وبالتوستر كمان. بجد انت شكلك زهقان خالص. اوه انت مش فاهم، انت عمرك ما اكلت جينز محمص؟ اكيد لا. ما انصحكش، القماش بيخش بين السنان. المهم انا ماشي عشان لسه مستنيني مواعين كتير قوي. استنى استنى استنى، انا محتاج حد زيك هنا معايا. هو انت ممكن تساعدني انظف المعمل ده؟ في حاجات مش بستخدمها واختراعات مش محتاجها مليان المكان على الفاضي. وهتديني ايه في المقابل يعني؟ اسمح لك تستخدم جهاز البوابات بتاعي مره كل شهر. انت بخيل قوي يا دكتور على فكره، على الاقل اطلب لي شاورما يا اخي. تمام تمام هطلب لك شاورما. يبقى اتفقنا، خدمه قوه التنظيف. يلا بسرعه احضري. وسعوا. ازيك يا ريس؟ اوه المعمل بقى نضيف فله. خليني استخدم جهاز البوابات بتاعك. ايوه لازم انفذ وعدي. دور بقى على عجله الجهاز دي من عندك كده. اهي قدامك. انا مش مصدق. ايه بقى ده؟ لا دي لسته الاماكن اللي تروحها بالجهاز اللي انا اخترعته. يبقى هدور العجله عشان مستعجل بصراحه. افلاس ازاي؟ هو انا فلستي ليه؟ هزار هزار، انا حطيتها عشان تبقى نكته. مش مضحكه خالص، انا اتخضيت لما قالتها. ها اختاري يلا حرف الكاف. ابعد عنك دول فلافيل وما تهزرش. مفيش مسابقه حد بيدخلها ويحدد هو عايز ايه. طلع لك عالم الاكاذيب. خلاص دلوقتي انا هوديك الكوكب ده. يلا اتفسح وتعالى. وسعوه انا جاي. ايه ايه ده؟ ايه المكان الغريب العجيب ده؟ هو فيه ايه؟ دي السماء هنا بتمطر ثلج اسود. لا ليس ثلجا اسود يا بني، هذا رماد، انه ياتي الينا من بركان الحقيقه. ها؟ انت ليه عندك ودن طويله وودن لا؟ لان هذا يا سيدي ليس عالم الاكاذيب، لم يولد احد هنا يعرف الكذب ابدا. انا دماغي لفت يا عالم. لا يمكن لاي عضو في اجسادنا ان يكبر لاننا لا نعرف الكذب ابدا. ما هو اللي انت بتقوله دلوقتي ده اكبر كذبه، عشان اللي بيكذب بتكبر في جسمه حاجات وبيبقى شبهك كده. هذا ليس صحيحا دائما. بص يا صغير ما تلخبطش عقلي الصغير معاك، انا اصلا مكفيني بالعافيه. هل ترون ما أراه أنا؟ نعم شاشتنا الجديدة 22 بوصة بجودة عالية. شاشة ماذا؟ انظر على ما بداخلها هذا. أرأيتم الفيل الكبير الذي يتكلم معه هناك؟ انظروا لخرطومه، لاحظوا طوله. يمكن أن يكون هذا الفيل هو منقذنا. هنا تستطيع التحويل لوضع الألعاب، الألوان تتضح أكثر. أنت مشوش ومشغول بتفاصيل الشاشة. سريعا ضعوا ليزر الكذب حالا على هذا الفيل البنفسجي. هيا. تحت أمرك يا سيدي. يا لهوي ما ترموش الليزر يا ابني كده. هو ايه اللي جاب الليزر ده كله عليا؟ سيدي كم الساعة الآن يا ترى؟ الساعة 5:95 دقيقة. اها ماذا قلت؟ انا كدبت كده. انا ليه كدبت عليك؟ وزلومتي بتطول. انا ليه بيحصل لي كده؟ حسيت اني عايز اكدب مرة واحدة. لو سمحت اين يوجد موقف الاتوبيس هنا؟ بص امشي طوالي من هنا، لف حوالين نفسك 4 مرات ونط مرتين، بعدها اعطس 3 مرات هتلاقيه هناك. انت كذاب شاطر بالمناسبة. ما الذي يحدث هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ ازيك يا ابني؟ انت فين؟ انا براديلك وانت مش سامعني، ولا عاجبك المكان ومش عايز ترد؟ يا ماما هلعب معاهم شويه كمان، سيبيني العب. بتقول ايه يا فلافيلو؟ كفايه كده، انا هقفل البوابه دي. اقفلها اقفلها عادي، انا مش فارق معايا، رايح العب مع درغام صديقي. بتقول ايه؟ انت كويس يا فلافيلو؟ هو ايه اللي بيحصل لخرطومك ده؟ غريب قوي. بابا بابا يلا يلا. اي اضرار بينهم؟ بسرعه اجروا ساعدوني. قولي يا بابا قولي. يلا خلصوا تعالوا على السفره، سويت لكم ريفيولي اكثر اكله تحبوها. ريفيولي يعني اليوم هو اليوم العالمي للسعاده. انا ما بحبش الريفيولي ده وكمان مش جعان قوي. كده اكيد نهايه العالم.
فلافيلو قال انه مو جيعان لاول مره في حياته. بس انت تحب الرفيولي مره يا فلافيلو. لا انا ما بحبوش واصلا ماليش نفس. خرطومك قاعد يطول. لا دحين طول اكتر كمان. لا طبعا ما طولش. في حاجة غريبة فيك اليوم يا فلافيلو، انت ليش جالس تكذب كده على الفاضي؟ مش عارف اوقف نفسي. ودوه للدكتورة يا جماعة ليكون مريض. العنود شعرك حلو قوي النهاردة. شكرا يا فلافيلو على ذوقك هذا. ماما عم فلافيلو بيكذب ما تصدقيه. عادي ولو كلامه حلو، انت جميل يا فلافيلو. اللبس بتاعك حلو قوي وكمان الوانه هايلة. خلاص لا تودوه لاي مكان، خلوه هنا، ترى بيقول كلام مرة حلو. يا ويلي، يلا يلا يا ابني شيل خرطوم فلافيلو. البركان سينفجر وهربوا. ما الذي حدث بالضبط؟ بركان الحقيقة على وشك الانفجار، سيدمر كوكبنا حتما. ولم نجد الفيل أبو خرطوم طويل بعد. ما هذه البوابة أيضا؟ مؤكد أن الفيل جاء بها. سريعا ادخلوا فيها وأحضروا هذا الفيل حالا. أمرك يا سيدي. شاهد هذه الشاشة الجميلة التي وجدتها، احذر أن تنكسر. يا بني أنت كبرت على موضوع الشاشة هذا. امسك كويس يا ابني، امسك شويش، يلا لا تسرع. فلافيلو قل لي حصل لك شنو؟ مفيش يا نجمي، رأست وأنا باكل الزبادي فحصل اللي حصل. بس يا فلافيلو لا تطول خرطومك أكتر من كده. في حد بيشد زلومتي جامد يا درغام الحاني. تعال هنا، يجب أن تأتي معنا حالا. انتو مين وليش تبغوه؟ الحقوني، ما تشدنيش كده. حياخدوا عن فلافيلو لحقهم يا بابا. اجري يا ابني اجري. البوابة لسه مفتوحة، روح تجيب شاورما ونسيت أقفلها لحد دلوقتي. حوني. أسرع أسرع أسرع, أسرع. دكتور أبو العنين أكيد دي شاورما. باي باي أبو العنين. إيه اللي بيحصل؟ في إيه؟ أهلا دكتور. مع السلامة يا دكتور. أين كنتم؟ البركان على وشك الانفجار، سريعا هيأتوا به. ليه جبتوني هنا يا جماعة؟ ليه ما بتسمعوش الكلام؟ بسرعة سيبولنا فلافيلو، يا إما راح أوريكم الكاراتيه على حق حرامية. راحت عيني. عالمنا لن يتدمر، وفلافيلو وزلومته لن ينقذانا من هنا. ايه؟ يبقى مش انتوا اللي طولتوا زلومتي بالشكل ده؟ لسنا مضطرين لفعل هذا. انت وخرطومك لم تطلاها ولم تصل للبركان لكي نطفئه وتنقذانا من الهلاك القادم، ومؤكد اننا لن نكافئك. انا مش مصدق، انا مش البطل المنقذ زي الافلام الاجنبيه ولا ايه؟ الصدمه دي مش انا المنقذ يا اصحابي. طيب انتوا ليش خليتوه يكذب بالشكل هذا؟ جاوب يلا بسرعه. اعلم انكم ستعتبرون ما أقوله سخافة. ما عنديش أي حاجة سخيفة، أنا أصلاً بنام كل يوم حاضن كرتونة جبنة. للأسف اتفقنا مع مهندس غريب لإنقاذنا من هذا البركان، لكن بالطبع هو لم يخدعنا ولم يذهب، وركب الجهاز الهوائي الموجود بالخارج وقال سيحاول ألا نكذب لكي لا تطول أطرافنا ولا نصل للبركان ونطفئه وننقذ أنفسنا من الهلاك. لكن الكلام هذا مخربط. المهم الوضع الآن هكذا، لم نضعك في هذا الوضع من دون أن تعرف، لكننا لم نكن مضطرين، لم نكن بحاجة لشخص مختار لأمن الشعب. أتمنى أن تكون قد فهمت أننا لسنا بحاجة إليك حتى تنقذنا. يلا بسرعة اديني المهمة بتاعتي وكمان لبس البطل الخارق. ضع الجردل على رأسك، سوف يحدث تغييرا في شكلك إذا أردت. الآن هيا اشرب الماء الموجود كله في الخزان وانفخها على البركان بزلوماتك وانقذنا. البطل اللي مش جدع فلافيلو جاي لك يا بركان. الآن هيا نرفعه هكذا ونتحرك به. هيا 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 الكل يساعد. هيا هيا سريعا سريعا سريعا. اضرب يا فلافيلو يلا. نجحنا، البركان أخمد تماما. نجونا من الخطر وغلقنا البركان جميعا. أيوة أنا ما نجحتش. بسرعة حطوا تمثال ليا هنا في الميدان وسموا شارع على اسمي واعملوني لعبة صغيرة في الكيدز ميل. أولا لنعدل خرطومك، والآن ردت خلفي. أنا نادم جداً على كذب الكثير ولن أكذب ثانية مهما حصل. ندمان جداً على الكذب الكثير اللي كذبته، خلاص مش هكذب تاني مهما حصل. أصبحت جيدة،
أحسنت صنعا يا بني. بس تزبطت، برافو عليك يا بني. ليس عليك تكرار كلامي مثل الراديو. مش لازم تكرر كلامي كده زي الراديو. يا بني اسكت، لقد انتهينا من هذا الكلام. يا ابني اسكت، خلاص خلصنا من الكلام ده بقى. أوف لا تطل يا بني هكذا. أوه ما تطولش يا ابني بقى. فلافيلو فلافيلو، أنا متعب جدا عشان مش بتاكل كويس. بس سيبك انت حلوة.